التقطت عدسات الكاميرا لحظة سقوط مركبة للإنشاءات من فوق تل، بينما قفز سائقها في اللحظة الحاسمة، مما كتب له عمرا جديدا. وتمكن السائق بحركة مرنة ولياقة بدنية فائقة أن يقفز من المركبة في اللحظة التي انقلبت بعدها مرات عدة، بينما كان يتهدده موت محقق أو إصابة بليغة في أقل تقدير.